السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة خلود عبد الله. هكلمكم إن شاء الله عن موضوع مهم جدا في الدياجنوزيس، وهو المولوكولار بيولوجي أند أبليكيشن إن باراسيتولوجي. بنهاية المحاضرة دي إن شاء الله هنقدر نعرف يعني إيه مولوكولار بيولوجي، هنقدر نعمل ديسكريبشن للاستراكشر أوف دي إن إيه، هنقدر نعمل ديفينيشن للدي إن إيه بروب ومنشن إتس أدفانتج أند ديس أدفانتج، ديسكرايب ذا برينسبل أوف بي سي آر تكنيك، mention several techniques have been derived from the basic PCR and mention the application of PCR in parasitology. Firstly, in our definition of molecular biology, it means the study of the sequencing of the complete genomes of any parasites. بمعنى بسيط جدا هو دراسة تحليلية تفصيلية دقيقة عن البيولوجية الجزيئية لهذا البارازايتس، تهدف إلى اكتشاف ايه هي السبيسيفيك مولكيولز اللي بتميز هذا البارازايتس عن اخر، اكتشاف السبيسيفيك مولكيولز اللي بيشتغل عليها الدراج الحالي اجينست ذيس بارازايتس، اكتشاف انذر مولكيولز ممكن تكون دي بروميسنج او واعده لدراج جديد ممكن اكتشفه، او ان انا بشوف ايه هي السبيسيفيك ريجن ان ذيس بارازايتس اللي مسؤوله عن immune stimulation against this parasites، وبالتالي ممكن استخدم المولكيولز دي كفاكسين ثيرابي بعد كده. وبالتالي الهدف من هذه الدراسة بتبقى improving diagnosis or control for this parasites. Simply يعني ايه molecular diagnosis؟ It is a recent method of diagnosis of parasitic diseases depend on identification of a specific molecule ثابتة لكل parasites مختلفة من واحد للتاني، rather than recognition of a particular morphology or other biological characteristics. بمعنى ايه؟ ان انا كنت بشخص اي parasitic infection بالطرق التقليدية، وهي عبارة عن اكتشاف الدياجنوستيك ستيج في urine sample, stool sample or blood على حسب الهابيتات of these parasites and its biology. ولكن هذه الطرق التقليدية على long run حصل منها بعض الفلسز والمشاكل، وهو ده اللي كان مدعاه ان احنا ندور على طريقة حديثة مؤكدة لاكتشاف البارازيتك انفكشن، الا وهي المولوكولار دياجنوزيس. زي ما سبق وقلت ان انا في المولوكولار دياجنوزيس بعتمد على سبيسيفيك مولوكيولز معينة بدور عليها. طب هي ايه المولوكيولز دي؟ كانت واحدة من ثلاثة، يا اما ادور على بروتين مولوكيولز فور ذيس بارازايتس اور ار ان اي فور ذيس بارازايتس اور دي ان اي. لما جينا نشتغل على detection of specific protein molecules واجهتنا مشكلة الكوليسترول activity، وده نتيجة تشابه بروتين بعض البارازايتس وبارازايت أخرى. أشهر مثال عندنا وهو تشابه بروتين الشيستوسوما مع الفاشيولا. ده هيعني إيه يا جماعة؟ هيعني إن المريض اللي عنده فاشيولا ده ممكن وأنا بعمله test for شيستوسوما يطلع لي false positive result for شيستوسوما، يعني هو يكون negative شيستوسوما ولكنه يديني false positive. ليه؟ لوجود الفشولة عنده وتشابه بروتين الفشولة مع الشيستوسوما زي ما انا قلت، وطبعا ده هيبقى فيه فلسس في الدياجنوزيس فما اقدرش اعتمد عليه. طيب لما جينا نستخدم الار ان اي وجدنا ان الار ان اي ده هايلي فاريبل. ليه؟ بيختلف باختلاف شديد باختلاف الميتابوليك ستيت والريكويرمنتس اوف سيلز، فالسيلز هي اللي بتعمل سويتش اون اي طيب الميسنجر ار ان اي هي هتحتاجه according لنوع البروتين اللي هي محتاجاه ايه، وبالتالي مع كل مره هتحتاج فيها بروتين معين هيختلف الميسنجر ان ان اي، وبالتالي لا يمكنني الاعتماد عليه. ولذلك البارازايت دي ان اي سيكونسز which doesn't resemble the host دي ان اي are usually straightforward to identify. ليه؟ لان في enormous divergence between two organisms، مفيش اتنين شكل بعض زي ما احنا قلنا خالص. نمره 2، the DNA of an organism is constant entity through its life cycle. It's not changeable. ثابت في كل مراحل life cycle. بمعنى ايه؟ ان specific molecules اللي بدور عليها في الشيستوسوما بلاقيها موجودة في الادلت، هي نفسها ما تغيرتش موجودة في الايج، هي نفسها في ميراثيديم سيركاريا شيستوسوملا انسو. ولذلك كان لازم علينا نفتكر مع بعض what is the structure of DNA. كلنا عارفين ان H DNA molecules is a double strand except in some viruses being single strand. It consists of polymers of nucleotides اللي اسمها monomers.
Each nucleotide contains nitrogenous bases, consists of one of the following: purine, واحدة من اثنين، يا إما تبقى أدينين بيز أو جوانين بيز، or pyrimidine, which is either thiamine or cytosine base. The two strands pair with one another in a very precise way. دايما هلاقي الأدينين يربط مع الثيامين بدبل هيدروجين بوند، والسيتوزين always pairs with guanine by triple hydrogen bond. وبالتالي هلاقي دايما الجوانين بيز يساوي السيتوزين بيز، وعدد الأدينين بيز يساوي الثيامين بيز. These base pairs are said to be complementary، تكاملية، تكاملية. دايما الجي هيربط في السي والA هتربط في التي. The sequence in which these monomers، اللي هي البيورين أو البيراميدين بيزس اللي احنا اتكلمنا عنها، are ordered is known as genetic code، الشفرة الوراثية. في الصورة دي هنلاقي عندنا التوضيح لكون الجوانين بيربط مع السيتوزين، ودايما الأدينين بيربط مع الثيامين، والتتابع بتاع البيورين وبيراميدين بيزس بيبين لنا في الشكل ده، ان دايما عدد الجوانين يساوي السيتوزين and الأدينين equal always to A ثيامين. هنشوف مع بعض يعني ايه اللو اوف بيس بير. اللو اوف بيس بير ده سيمبلي جدا جدا، بيقول لي ان انا عندي قاعده ثابته ان انا لما بسخن الدي ان اي سترانز بيفكوا عن بعضهم، تمام، باي هيتنج، وان انا لما برجع اخفض درجه الحراره تاني بيحصل حاجه اسمها ري انيلنج. ري انيلنج يعني ايه؟ يرجعوا يربطوا مع بعض تاني بنفس الطريقه اللي كانوا بيها قبل ما يحصل استيباريشن باي هيتنج. ودي زي ما احنا شايفين صوره الدبل هيليكس اوف دي ان اي. هنا زي ما احنا شايفين بعد ما فكينا الدبل هيليكس عشان نقدر نفهم الاستراكشر بتاع الدي ان ايه، صح، بنلاقي عندنا في حاجه اسمها باك بون، العمود الفقري للهيليكس دي، وهو عباره عن شوجر فوسفيت باك بون. زي ما احنا شايفين ان في شوجر لها وان لمب بيبقى اتاتشد بالبيورين او بايراميدين بيز، واللمب الثانيه بتبقى اتاتشد بالفوسفيت بيز. وزي ما احنا شايفين في الصوره دي ان دايما الادينين يربط مع الثيامين بدبل هيدروجين بوند، والجوانين بيربط مع سيتوزين بتريبل هيدروجين بوند. دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها دي ان اي بروبنج. ايه بقى موضوع دي ان اي بروبنج؟ It's common basis for all developing techniques of molecular biology to diagnose diseases. بتعتمد على ايه فكره الدي ان اي بروبنج؟ ان انا بصنع عندي single strand دي ان اي of defined sequences that is distinctively labeled with radioactive isotopes، عشان اقدر احدد هل حصل ارتباط ما بينها وما بين الكومبلمنتري بتاعها ولا لا، فببدا احملها على راديو اكتيف ايزوتوبس بي 32 عشان اقدر اشوفها على اكس راي فيلم. The nucleotide sequence of the probe is designed to be complementary to the target DNA fragment of the parasite. يبقى انا عارفه ان السبيسيفيك مولكيولز اللي بدور عليها ليها سيكونس معين، بعمل انا بحضر عندي سينثيتك بروب من 15 ل 20 نيوكليوتايد سيكونس. السيكونس بتاعهم ده المفروض ان هو يكون complementary to the target DNA اللي بدور عليه. الليبل بروب اللي انا ممكن استخدمها بتكون واحده من ثلاثه، يا اما بستخدمها فور ديتكشن اوف دي ان اي فراجمنتس، وفي الحاله دي بسميها ساوزرن بلوتنج، يا اما بستخدمها فور ديتكشن اوف ار ان اي فراجمنتس، وفي الحاله دي بسميها نورثن بلوتنج، يا اما بستخدمها فور ديتكشن اوف سبيسيفيك نيوكليك اسيد سيكونس وذين ذا سيلز اند تيشو على سلايد، وبسميها في الحاله دي فلوريسنس ان سايتو هيبريدايزيشن او فيش تكنيك. Now, what is the advantages of DNA probe? Number one, DNA-based detection system identifies only active infection. بمعنى ايه؟ ان التست طالما وطلع بوزيتيف معناها ان في active infection عندي. ليه؟ لانها بتدور على specific molecules موجود في living parasites. لكن لما البارازايت ده بيموت ايه اللي بيحصل؟ بيحصل fragmentation في البروتين بارت بتاعته، وبتتكسر specific molecules دي، وبالتالي هالتست هيطلع negative. DNA probe can be used to identify all life cycle stages of the parasites. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الـ specific molecules دي ثابتة في كل مرحلة من مراحل life cycle of the parasites. بشوفها في الأدلت، بشوفها في الإج، بشوفها في أي larval stages، وبالتالي ممكن أشخص البرازايت في أي مرحلة من المراحل دي. It can differentiate between closely related species. إن أنا عندي ما بين في العائلة الواحدة ما بين الـ species وبعضها في اختلافات في ترتيب واحدة من البيورين أو pyrimidine bases. وبالتالي بالدي ان اي بروب ممكن اقدر اميز اي نوع من السبيشيز اوف ذيس بارازايتس بريزنت.
تعالوا مع بعض نشوف ايه هي disadvantages of DNA probing. Number one, radioactivity. زي ما احنا عارفين ان synthetic probe اللي انا حضرتها بحمل عليها radioactive isotopes على اساس انه لو لقت الكومبلمنتري بتاعها وربطت معاه اقدر اشوف انا الفلوريسنس ده على اكس راي فيلم زي ما احنا قلنا قبل كده. طب انا بعد ما خلصت البروسيس دي هتعامل مع العينه ازاي والسنسيتيك بروب دي ازاي وانا بتخلص منها؟ لازم اخد في اعتباري ان انا اتخلص منها تخلص امن. ليه؟ لان انا بتعامل مع مواد مشعه ضاره جدا بالانفايرمنت، ضاره جدا بالهيومن هيلث، لانها ممكن تؤدي الى كانسر، سي ان اس دامج، اور فيتال انوميليز لو في بريجننت وومن بتتعامل مع العينه. ولذلك البروبر ديسبوزل اذا ماست. نمره 2 السنسيتيفيتي. الدي ان اي بروب زي ما احنا عارفين ان هو بيصمم تو بي كومبلمنتري تو ذا تارجت. لو السبيسيفيك ريجنز اللي هو بيدور عليها دي موجوده بصوره متكرره في شريط الدي ان اي فالسنسيتيفيتي هنا تعتبر كويسه. لكن لو السبيسيفيك ريجنز اللي بيدور عليها دي مش متكرره في شريط الدي ان اي بصوره كافيه ان هو يعمل لها ديتكشن، في الحاله دي هيبقى الدي ان اي بروب از انسنسيتيف، زي في حاله البلازموديوم فايفكس ده اشهر مثال لها. والحقيقه ان المشكله دي الحمد لله تم التعامل معاها وتصليحها عن طريق واتس كولد بوليميريز تشين رياكشن. ببساطه شديده بنقول يعني ايه بوليميريز تشين رياكشن. It is a technique which is used to select and amplify a specific regions of DNA to be adequately tested. سبق وقلنا ان انا لو السبيسيفيك ريجنز دي مش موجوده عندي بصوره متكرره كافيه لان انا اعمل لها ديتكشن بالدي ان اي بروبنج، فالحل الوحيد عندي ان انا ادخلها في واتس كولد بي سي ار تكنيك اللي هو تفاعل قلب المراه المتسلسل. الهدف بتاعه انه بيعمل مالتيبليكيشن وامبليفيكيشن للنمبر اوف ذيس سبيسيفيك ريجنز تو بي ادكويتلي تيستد، ودي اللي اخذ عليها كارلي مولز نوبل برايز سنه 1993. Now what is the principle of PCR technique? First step is to synthesize primers اللي هو دي DNA بروم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. Number two, هاخد العينة بتاعتي اللي فيها ال DNA اللي انا هكشف عنه و heated سخنها عشان اعمل denaturation، عشان اعمل separation double helix of A DNA to B single strands، ثم add excess primers، ثم بعد كده اخفض درجة الحرارة تاني عشان allow double strands to form again. Here the two strands will always bend to the excess primers instead of being bending to each others. Now we add DNA polymerase that make DNA polymers. بيعمل ايه؟ بيقرأ opposing strands، بيقرأ الـ nucleotide sequence اللي موجودة على one limb من الـ DNA، ثم يستدعي النوكليوتايدز ويجمعها لي بحيث ان هو دايما يربط لي الجوانين مع سيتوزين، ودايما لما يلاقي الادينين يجيب له السيمين الخاص بيه، وهكذا بيكون لي نيو دي ان اي. After one cycle more primers are added and the cycle is repeated in what's called thermal cycler apparatus، وهو ده الجهاز المسؤول عن بي سي ار تكنيك. تمام، وزي ما احنا شايفين هنا في السلايد دي this is the requirements for PCR. يكون عندي DNA template ثم عندي primers جهزته، عندي التاج بوليميريز، وعندي النيوكليوتايدز اللي انا قلت عليها اللي عباره عن ادينين وثيامين وجوانين وسيتوزين فري في السامبلز بتاعتي. والصوره دي بتوضح different forms of thermal cycler apparatus المستخدم في process of PCR technique. وزي ما احنا شايفين ده دايجرام بيوضح البروسيس اللي بتتم في الثيرمال سايكلر ابريتوس. ابتداء من الديناتوريشن اوف ذا دي ان اي اللي موجوده في السامبل، وده بيحصل عند درجه 95 ديجري سنتيجريد. ستيب 2 انيلينج اور برايمرز بيندينج. في المرحله دي البرايمرز بيند تو ذا كومبلمنتري سيكونس اون ذا تارجت دي ان اي زي ما احنا قلنا قبل كده. البرايمرز اللي انا مجهزاها دي بتبقى كومبلمنتري تو terminee of the target DNA. واحد منهم بيبقى complementary to one strand end which is called reverse primers and the other will be designed to be complementary to the other end of the target sequence which is called forward primers. في step 3 بنعمل primer extension by adding DNA polymerase enzymes which read the opposing strands and complete the DNA strands. في الحالة دي أنا بدأت بـ 1 دبل هيليكس اتقسموا لـ 2 زي ما احنا شايفين، ولما حطيت اكسس برايمرز الواحد بقى 2
دي ان ايه، ثم الاثنين بعد كده اتقسموا بقوا 4 والاربعه بقوا 8 وبدا يحصل ايه اكستنشن ومالتيبليكيشن للايه القابض اللي انا بدور عليها. وده ملخص للسايكل اللي بتحصل في جهاز السيلولار سايكلر ابريتوس. اول حاجه الديناتوريشن، برفع درجه الحراره عند 94 درجه سنتيجريد، ثم بيحصل ايه سيبريشن للتو ستراندز او دي ان اي، ذن اد اكسس برايمرز بيبداوا يربطهم مع الانس بتوع الستراندز اللي اتفصلت عن بعضها، ثم بعد كده بحط الاي دي الدي ان اي بوليميريز انزيم اللي هو بيبدا يقرا لي الاوبوزنج نيوكليوتايدز ويبدا يجمع لي ايه الكومبلمنتري لها، بحيث ان دايما الادينين يربط مع الثيمين والجوانين يربط مع السيتوزين. وده دايجرام بيبين ايه اللي حصل بالظبط في جهاز البي سي ار. دخلت العينه بتاعتي فيها وان سبيسيفيك ريجن زي ما احنا شايفين، بعد الفيرست سايكل تضاعفت بقت 2، ثم السكند سايكل بقت 4، ثم 8 اند سو اون، لحد ما وصلنا بعد ال 35 سايكل الى 68 بليون كوبز اوف ذيس سبيسيفيك ريجن. هنتعرف دلوقتي على سيفرال تكنيكس هاف بين درايفد فروم بي سي ار. نمبر 1 كونفنشنال بي سي ار، وهي دي الطريقه التقليديه المستخدمه واللي كانت بتعتمد على ان انا بحضر برايمرز كومبلمنتري تو ذا تيرميني اوف ذا تارجت دي ان ايه اللي بدور عليها. لكن الحقيقه commonly occurring problem here is that some of these primer will bind to the specific region اللي بدور عليها وبعض منها هيربط في ايه incorrect region of the DNA وبالتالي هيتكونني unexpected product انا مش محتاجاها. بمعنى اخر ان sensitivity وال specificity of this test is low. طب اتغلبنا على المشكلة دي ازاي؟ ب modified PCR technique which is called nested PCR. فكرته بمنتهى البساطة ان انا بزود السنسيتيفيتي بزود السبيسيفيتي اوف ذا تيست عن طريق استخدام تو برايمرز. فيرست وان ويل يوزد ان ذا فيرست سايكل في البي سي ار تكنيك، ذن اد سكند برايمر موجه لنفس السبيسيفيك ريجن اللي بدور عليها، بس بحط السكند برايمر ده في السكند سايكل اوف بي سي ار على الفيرست فراجمنت اللي اتكونت، وبالتالي بسميه نستد بي سي ار لان هو وزن ذا فيرست فراجمنت. وبعد كده بران السايكل بتاعت البي سي ار على السكند فراجمنت دي تو امبليفاي ذا سبيسيفيك ريجنز تو بي مور سبيسيفيك اند سنسيتيف. وده دايجرام بيوضح ايه اللي بيحصل في البروسيس اوف بي سي ار. زي ما احنا شايفين استخدمنا تو برايمرز، الفيرست وان اللي هو باللون الاخضر ده موجه للسبيسيفيك ريجنز اللي بدور عليها، وبعد الفيرست سايكل تكون لي فيرست فراجمنت، بدخل انا السكند برايمر اللي هو باللون الاحمر زي ما احنا شايفين وزن ذا فيرست وان، وبعد كده بران البروسيس بتاعتي على السكند برودكت دي اللي بيحصل لها ماجنيفيكيشن واللي بشتغل عليها بعد كده. زي ما احنا شايفين في الجهه الشمال هلاقي عندي البرايمر الفيرست برايمر ده كان بند تو نون سبيسيفيك اريا، وبالتالي نون سبيسيفيك برودكت اتكونت، الجهاز فصلها لي بعد كده بدخول السكند برايمر زي ما احنا شايفين. تالت نوع عندنا اللي هو ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار اللي هو اسمه ار تي بي سي ار تكنيك. It is essentially used to amplify an RNA molecules like messenger RNA like viruses being RNA molecules. في الحقيقة لازم عشان أشتغل عليها وأعمل detection RNA molecules لازم أحولها الأول ل DNA ثم أشتغل بعد كده run الـ PCR على البرودكت اللي اتكونت اللي هي الكلوند DNA. طيب النوع الرابع اللي بيسمى quantitative PCR ده بستخدمه عشان احدد الكوانتيتي اوف ستارتنج نيوكليك اسيد تمبلت عشان احدد بمعنى اخر الانتنسيتي اوف انفكشن. كنت بستخدم في القديم طريقه من اتنين، يا اما بشتغل بي سي ار وذ دبل ستراند دي ان ايه محمله بالفلوريسنس داي، وفي الحاله دي في الاند برودكت خالص بشوف الاماونت اوف فلوريسنس وعن طريق كيرف بحولها لرقم واعرف منه الستارتنج نيوكليك اسيد كانت قد ايه، او ان انا بشتغل البي سي ار ويز بروبس وبحمل البروبس بتاعتي دي على الفلوريسنس وبرده في النهايه بشوف الاماونت اوف فلوريسنس واحولها لرقم عشان اعرف الستارتنج نيوكليك اسيد كانت قد ايه. Now this is the last type for PCR which is called real time PCR. It's used to determine the quantity of DNA during the PCR step and thus a subset for quantitative PCR method. ده البديل دلوقتي للquantitative PCR method. ميزته ايه؟ إن هو simple, fast, closed, automatized amplification system that could use to quantify parasitic nucleic acid from environmental samples or tissue, estimate intensity of infection and viability of parasites. However, the high
cost for real-time PCR may be prevent this technique from being used in resource poor setting. زي ما احنا شايفين هنا الدياجرام ده بيوضح الابليكيشن اوف ريال تايم بي سي ار فور ديتكشن كوانتيفيكيشن جينوتايبنج ميوتيشن ديتكشن اند اليك ديسكريميشن ديتكشن. ودي صوره من الصور اللي بتجيلي فور بي سي ار تكنيك. زي ما احنا شايفين دي صوره اهي على فيلم موجود فيه لادر. اللادر ده عباره عن البيز بير اللي بقيس عليه وعندي خمس عينات هنا محطوطين من 1 ل 5. زي ما احنا شايفين نمبر 1 و 2 4 و 5 بوزيتيف لكن نمبر 3 از نيجاتيف. Now, what is the application of PCR in parasitology? Number one, for molecular study of the parasites. The study of DNA and RNA help in control of parasites through three complementary lines. أول واحد, improve diagnostic techniques to be more fast and reliable. New target molecules are searched for to produce new drugs to attack these targets. Number three, search for a vaccine as a prophylaxis. Number two, diagnosis of parasitic infection. Quality sensitivity and specificity of PCR is extremely higher than the conventional methods of diagnosis. في الحالة دي هيديني فرصة الـ PCR for rapid screening for specific parasite genotypes and assist in diagnostic and epidemiological studies of these parasites. بمعنى إيه؟ لو أنا هعمل mass screening for identification of parasitic infection في certain area أسهل أسرع أدق ليا إن أنا أستخدم الـ PCR technique عن إن أنا أستخدم الـ conventional method of diagnosis. كمان مهم جدا نعرف إن الـ PCR هنا هيكون له رول مهم جدا في حالات اللو باراسيتيميا اللي هي بتبقى misdiagnosed بالـ conventional methods. هتطلع لي negative بالـ conventional methods ففي الحالة دي لازم أستخدم الـ PCR technique. وبالتالي تم استخدام الـ PCR technique في different helminthic and protozoa infection especially حالات الايدز بيشنت اللي عندهم توكسوبلازما. هتبقى الطريقه الوحيده عندي ان انا اعمل لهم دايجنوزس هي باستخدام البي سي ار لان عندي الاميون سيستم بتاعهم كودنت اليسيت اي جي جي اور اي جي ام ليفل وبالتالي بي سي ار هنا هيفيدني فور دايجنوزس اند مونيتورنج اوف تريتمنت افيكاسي. نمبر 3 ديفرنشيشن بتوين ديفرنت سبيشيز اند سترينز اوف ذا فولوينج باراسايتس باي بي سي ار ميثودز which have also been combined with other techniques such as nested PCR used to genotype organisms and differentiate between the following Leishmania species, Trypanosoma species, Plasmodium species, pathogenic and non-pathogenic Entamoeba histolytica, filariasis, Echinococcus granulosus and multilocularis, Trichinella spiralis, Nativa, Nelsoni and Pseudospiralis. Number 4, study of multi-drug resistance. Chloroquine, pyrimethamine, and proguanil are anti-malarial drugs that are no longer recommended nowadays due to the development of resistance. لما جم يدرسوا البرازيت ويشوفوا ازاي البرازيت escape من الإفكت of these drugs لقوا الآتي. إن البرازيت حصل فيه طفرة جينية حصل mutation في الجين المسؤول عن تكوين الانزيم اللي الدراج هيدخل يشتغل عليه وبالتالي الدراج دخل ما لقاش الانزيم اللي هيشتغل عليه فاسكيب الافكت اوف ذيس دراج او ان حصل ميوتيشن في جين تاني اللي مسؤول عن تكوين البروتين اللي هينقل الدراج جوه الخليه بتاعه البارازايتس وبالتالي الدراج ما عرفش يدخل جوه البارازايتس. يبقى في كلا الحالتين يا اما الدراج ما قدرش يدخل جوه البارازايتس ثرو برضو الميوتيشن اللي حصل او ان هو دخل جوه بس ما لقاش الانزيم اللي هيشتغل عليه في الاند ريزلت البرازيت اسكيب ذا افكت اوف ذس دراج. اخر حاجه عندنا وهي الفايلوجينيتك ستادي اوف ذا بارازايت اللي هي بمعنى اخر بنشوف جذور البرازيت ده تنتمي لمين عشان ااكد وجوده في العيله بتاعته صح ولا هو المفروض يتنقل في عائله اخرى وده عن طريق دراسه اللارج اند سمول سب يونت اوف ار ان اي رايبوزوم رايبونيوكليك اسيد وبشوف بعد ما بعمل امبليفيكيشن بالبي سي ار هي هل قريبه او بعيده عن العائله اللي هي موجوده فيه. على سبيل المثال بهذه الدراسه تم نقل نيوموسيس كارنياي اللي كانت بتدرس عندنا كبارازايت لحد وقت قريب جدا الى عائله الفنجاي بعد ما وجدوا بالمليوكرال استادي بتاعها ان هي اقرب ما تكون للفنجاي منها للبارازايت.
ودي الريسورسز اللي احنا ممكن نستعين بيها عشان نقدر نتعمق اكتر في الموضوع. وبكده نكون خلصنا المحاضرة دي، وان شاء الله تكونوا فهمتوها كويس ان شاء الله. Thank you. ودي ان شاء الله بعض الـ MCQ questions اللي ممكن تتسألوا فيها في الموضوع ده للتدريب عليها.